السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحباب، حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات لنتابعها. طوفان الأقصى، عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية، الارتدادات في العراق وسوريا، إسرائيل انقسام وتخوين، شتم نتنياهو وتصدع داخلي وملامح تحول خارجي. حياكم الله مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام، نتحدث كنوع من الرد على جرائم الكيان المؤقت المدعوم من الإدارة الأمريكية الحليف الاستراتيجي لإسرائيل. قصفت المقاومة الإسلامية عدد من القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، مرحلة جديدة من تعدد الجبهات الضاغطة والمحاور الاستراتيجية اللي تناور بها فصائل المقاومة الإسلامية. فماراثون النزيف الأمريكي سيستمر، وهذا جزء يسير من الرد ورسالة واضحة أن ساحات المواجهة جميعها حاضرة ما دام السلوكيات الاحتلال وما كانت حصاد الأرواح مستمرة في غزة. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فإن إسرائيل المنقسمة على الذات أصلا لا يزال تصدع جبهاتها الداخلية مستمر، فقد زادت الحرب المستمرة بين انقسام إسرائيل وزيادة هذه الهوة، الحزب الحاكم، أحزاب المعارضة عند مفترق طرق، عديد الملفات المعقدة اللي تدفع برئيس الوزراء نحو حافة الإقالة مجددا، أسرات جيشه وفشل في حماية الكيان من ضربات المقاومة ورشقات الصواريخ اللي ضربت صميم أمنه واستقالة جزء من كابينته المرشحة، وأيضا التحولات في المحيط الخارجي اللي تحاصر جميع المعطيات في تل أبيب تذهب نحو مزيد من الانقسام والتخوين. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهاي الحلقة من حصاد الأيام، وأرحب بهذا الملف بضيوفي الأكارم في الأستوديو، الأستاذ علي عودة الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي، حياك الأستاذ علي ضيفا كريما، وكذلك الأستاذ صباح العقيل عضو شبكة الهدف التحليل السياسي، أهلا ومرحبا بك ضيفا كريما في الأستوديو. وينضم معنا عبر سكايب السيد توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي لدعم الديمقراطية. دعني أبدأ مع حضرتك سيد حرب، قصف القواعد الأمريكية من قبل المقاومة الإسلامية هي عمليات استهداف مباشر أم هي إشعارات للجانب الإسرائيلي بأن الحليف الاستراتيجي قد تم قصف قواعده في هذه المناطق والبلدان؟ أولا مرحبا لك وضيفك الكرام وللمشاهدين. لا، قصف أمريكي للحركة الإسلامية هي عملية رد على ما قاموا به لا أكثر ولا أقل، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة أن تفعله. ما تحاول الميليشيات
أن تضرب المراكز العسكرية الأمريكية أما أي مصالح أمريكية، هذا لا يأتي من ذات نظامي، هذا يأتي من ميليشيات، ويجب على رد على هذه الميليشيات بجميع الوسائل المتاحة لتمنعها من تصاعد الموقف العسكري في المنطقة. طيب أستاذ صباح حياك الله، مجددا يتحدث السيد توم حرب بأن هذا القصف من ميليشيات. طيب حسب هذا التوصيف ما راح يحرج الحكومة العراقية ذلك القصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد ولضيوفك الكرام. يعني هنالك حقيقة لابد أن نتعامل بها، بأن هنالك ربط ما بين الدول العربية والإسلامية وما يحدث الآن في غزة. غزة وكذلك يعني المناطق المقدسة من فلسطين، يعني هنالك ارتباط أيديولوجي ما بين أبناء الشعب الفلسطيني وكذلك كل أبناء الأمة الإسلامية والعربية. فبالتالي هي قضية موقف. يعني الآن من يتحدث ويقول مثلا بأن العراق وسوريا ولبنان وباقي الدول، يعني الإجابة على هذا السؤال بأنه يعني أولا هذا سايكس بيكو اللي هو فرض هذه الحدود هي لا تمنع من نصرة أبناء شعبنا وأخوتنا وأشقائنا في فلسطين يواجهون بهذه الحرب الشرسة والوحشية والإجرامية من قبل آلة الكيان الصهيوني وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في دعم بعض الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي. الآن يعني سؤالك حول قضية إحراج، يعني الكل يعلم جيدا بأنه الفصائل المقاومة يعتبر كمحور، وهذا المحور لديه متبنياته. يعني في دعم، يعني فيما سبق كان هنالك دعم لسوريا من خلال مواجهة داعش، وكان هنالك دور للفصائل المقاومة في دعم أخوتهم في سوريا. الآن أبناء فلسطين يتعرضون إلى هذه الهجمة، فبالتالي الموقف يحتم على الفصائل المقاومة، وهذا ما دفع لقادة المقاومة على التلويح والتهديد للولايات المتحدة الأمريكية. يعني وصل حد يعني بأنه الولايات المتحدة الأمريكية إذا دعمت الكيان الصهيوني سوف تكون المصالح الأمريكية وقواعدها اللي في منطقة الشرق الأوسط سوف تكون تحت مغمى صواريخنا ومسيراتنا. إذا هذه القضية. الأمر الآخر، يعني حضرتك يعني أشرت قضية، نعم كان هنالك اتصال ما بين وزير الدفاع الأمريكي أوستن وكذلك حتى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن حول ما تتعرض له القواعد الأمريكية من قصف. الآن يعني السيد السوداني هو يعني ما بين أمرين، إما أن يقف بوجه الفصائل المقاومة اللي لها دور كبير جدا في مقارعة داعش قضاء عليه، وكذلك فيما سبق كانت هذه الفصائل المقاومة هي لها الفضل أكبر من انهزام الولايات المتحدة الأمريكية وهزيمتها بعد أن أعلنت الاحتلال للعراق. إذن هذه حقيقة. نعم قد يكون السيد السوداني هو يتعامل مع هذه القضية باعتبار بأنه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة. أنا قرأت يعني بأن يعني دعا إلى البحث وكذلك شكل لجنة لمعرفة من الجهات التي تقصف القواعد الأمريكية. لحد الآن الفصائل المقاومة يعني لم يتبنى أي فصيل من الفصائل بهذه القضية. كل ما هنالك كان هنالك بيان عام من قبل المقاومة الإسلامية باستهداف القاعدة الحرية وعين الأسد. إذن هذه القضية. أنا أعتقد الآن السيد السوداني يعلم جيدا، وهذا قد تكون متطابقة مع يعني الخطاب الشجاع اللي طرح السيد السوداني. هو ندد بقصف غزة نعم. أستاذ علي حياك الله مجددا، نتحدث ويشير ضيفي الكريم أستاذ صباح العقيلي إلى ما وجهه السيد السوداني بملاحقة العناصر المستهدفة لهذه القواعد وتعقب تلك العناصر. هنا هل انتقلنا من الإحراج الدولي إلى الإحراج الداخلي يعني السوداني قبالة الفصائل، أم أن الأمر يقرأ غير ذلك حسب وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم ولضيوفك الكرام وكذلك إلى قناة الأيام الفضائية وجمهورها الكريم.
لا أعتقد أن هناك يعني إحراج بالنسبة للحكومة، لأن الحكومة العراقية إنما تشكلت الحالية، أقصد إنما تشكلت بتضحيات وبسالة وشجاعة تلك الفصائل التي أبعدت داعش عن أرض العراق، وكذلك شاركت في دحر العناصر الإرهابية في الأراضي السورية. لذلك فإن الحكومة العراقية وهذه الفصائل، لا أريد أن أسميها، إنما علاقة ملتزمة، لأن هذه الفصائل مرتبطة بالحكومة العراقية من خلال القائد العام للقوات المسلحة. ثانيا، الحكومة العراقية لديها اتفاق استراتيجي أمني مع الجانب الأمريكي، عليها أن توازن بين هذا وذاك. ولكن السيد السوداني، وكما وصلني من معلومات، أنه يعني أمر بتشكيل لجان للبحث في حيثيات هذا الهجوم. الهجوم إنما يوجه رسالة إلى الولايات المتحدة بعدم استهداف الفصائل التي هي تقف على الحدود العراقية السورية، لا ليس لديها أي يعني فعاليات ميدانية أو استهداف لقواعد أمريكية، إنما في وصل إلى هذه الفصائل وصلت أخبار بأن هناك من يستغل هذه الأحداث الجارية في فلسطين وربما في جنوب لبنان، إنما يريد أن يوسع من دائرة هذه الحرب إلى الأراضي السورية والأراضي العراقية. إنما القصف اللي جرى، بغض النظر عن من يعني تحدث وأعلن مسؤوليته عنه، إنما رسالة إلى من يريد أن يعبث بأمن العراق وسيادة العراق. السيد السوداني وحتى في خطابه في القاهرة بين بأنه لا يقف مع الإرهاب الذي تمارسه يعني القيادة الإسرائيلية بدعم من أمريكي وغربي، فقال أنه نحن مع يعني المواقف الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني ومنذ زمن طويل من احتلال غاصب وجرائم يندى لها جبين الإنسانية، حيث استهدفت أولا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وكذلك دور العبادة والمستشفيات. وأعتقد والجميع يتفق معي بأن تلك المسميات إنما خطوط حمر لا يمكن الوصول إليها. عندما يقوم الجانب الإسرائيلي بقصف بعض المقاتلين، ربما يحق له من جانبه أن يدافع عن نفسه تجاه هذا الفعل، لكن عندما يقوم بقصف المستشفيات ودور العبادة والأطفال والأبرياء يعني المدنيين، فليس لديه أي حجة. لذلك الموقف العراقي من القاهرة وحتى في بغداد يتحدث بشفافية وبمسؤولية، نحن مع إيقاف الإرهاب، لكن لا يمكن أن تمس سيادة العراق أو سيادة أي يعني أرض موجودة في المنطقة، خوفا من استثمارها من قبل العناصر الإرهابية التي تتربص بالعراق وبالمنطقة. نعم. طيب، عودة حضرتك أستاذ توم حرب، يعني لما يتحدث الأستاذ علي عودة عن هذه الأفعال وردود الأفعال، كرد أمريكي، ممكن لأمريكا أن تحرك أوراقها الضاغطة على العراق، مثلا ردود الأفعال في الدولار، مثلا تزيد عدد قواتها القتالية، يعني لكل فعل ردة فعل، هل ستتخذ أمريكا تلك المسارات برأيك؟ أنا بتصور حكومة العراق عليها مسؤولية كبيرة تجاه منع أي فصائل لضرب المنشآت العسكرية الأمريكية، وبتصور انه راح يفعلوا ذلك، لانه اي فلتان امني العراق اما سوريا اما بغير مناطق راح يوصل لحرب اقليميه راح تكون صعبه على الجميع، وانظمه ربما ستنهار وتتغير هذه الانظمه ان كان بالعراق اما خارج العراق. فمن هذه الناحيه الوضع اليوم هي المشكله الاساسيه بغزه. في غزه قاموا مجموعه حركة حماس المصنفة إرهابيا في الولايات المتحدة بعملية إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين. من هذا المنظار كانت ردة فعل الدولي ضد أي عمليات إرهابية. هلأ طبعا إسرائيل عم بترد على هذا لأنه في أخذ رهائن، في الميليشيات عم تضرب صواريخ. يعني طريقة الرد هل تقتنع بها حضرتك لما يكون هنالك قصف لمستشفى آمنة وهذا الموضوع محرم دوليا؟
كذلك زيارة بايدن إلى غرفة العمليات العسكرية في إسرائيل، هذا لا يكون سبباً ومبرراً لاستهداف القواعد الأمريكية باعتبار أنه تدخل بشكل شخصي في هذه الحرب؟ أنا رح رد عليك، بس إذا بتسمح لي تتفضل. تم فكرتي بدون تقطيع، فالمشاهد يقدر يعرف تفضل على راحتك. نوعية الحديث بموضوع اليوم في مسألة بغزة، فما هو الحل بغزة؟ حماس ليس من الممكن أن تبقى في غزة، يجب عليها الانسحاب. وإذا هنالك دول عربية عقدوا اجتماعا السبت الماضي بالقاهرة، وطبعا ما طلعوا بأي نتيجة، إذا بدنا ندمج القضية الفلسطينية مع منظمة إرهابية، يعني الإرهاب انتصر في هذه العملية، ساعتها المشاكل ستتفاقم ليس في العالم العربي وإنما حتى في أوروبا أكثر وأكثر، وإنما على الدول العربية وطبعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن يضعوا مخرجا للوضع في غزة. ما هو المخرج؟ تحالف عربي تحت قوات دولية معظمهم يكونوا من المصريين، أن يدخلوا غزة حتى تتخلص غزة من أي هجمات من الإسرائيليين، وتصرف أموال عليها لنزع الميليشيات. هل استطاعت الميليشيات أن تنزع من غزة؟ طبعا، مثل ما حصل ب 82 وقت كانت الفلسطينيين وياسر عرفات عم بيقاتلوا إسرائيل، وإسرائيل دخلت لبنان 82، لقيوا في نهاية المطاف مخرج للمسلحين الفلسطينيين، راحوا على تونس، وبقية الشعب الفلسطيني بقي في لبنان. هون في مخرج اليوم بغزة إذا رايحين على حل. هلا إذا بدنا نشوف ليش بايدن راح على إسرائيل، وليش إذا الإسرائيليين ضربوا المستشفى أما لا، تبين عملية مستشفى، لأنه سرت المستشفى حضرتك، مستشفى المعمداني، تبين في نهاية المطاف إنه المستشفى لم يأذى حدا فيها ولا حدا قتل في المستشفى. وحسب المخابرات الألمانية اليوم عدد القتلى كانوا بمربض السيارات في الخارج فقط 50 قتيل. يعني تضخيم الإعلام من قبل وزارة الصحة في غزة هذا يعني تحريض ضد الرأي العام، وعلى الرأي العام إنه عم بيقتلنا كثير. هلا حيالله واحد قتيل بريء، انسان بريء، بدون شك يحق للإنسان أن لا يموت، خاصة إذا كان هالإنسان بريء. وإنما حماس ماذا تفعل؟ بتاخذ صواريخها وبتحطهم بين المنازل السكنية، وبتستعمل الشعب كدروع بشرية، وهذا ضد القوانين الدولية كذلك الأمر. هلا ويجب على إسرائيل أن يكون عليها مسؤولية وعدم قتل الأبرياء، وهون مسؤولية الدول العربية يجب أن تكون واضحة، وأن يكون هنالك حل سياسي بإخراج حماس، ما بقى فيه ذريعة للإسرائيليين، وتنتهي القضية هنالك في هذا المخرج. طيب. هل ستقوم؟ أنا بتصور بالأيام القادمة هذا الحل الأنسب والوحيد. أما تروح على تصعيد المواقف العسكرية إن كان في لبنان وإن كان في سوريا وإن كان في العراق وحتى طيب. تصل إلى إيران، يعني كل بيعرفوا بدء الحرب كيف تبدأ، بس لا أحد يعرف كيف تنتهي وعلى من ستقع. طيب أستاذ صباح، يعني حماس هي منظمة إرهابية حسب التوصيف الأمريكي مثل ما تفضل أستاذ حرب، وقصف المستشفى هو تهويل إعلامي، وهنالك أيضا وجود بايدن في غرفة العمليات العسكرية ما هو إلا كحليف استراتيجي. طيب ممكن هذا القصف يكون هو الضوء الأخضر لمواجهات إقليمية ما دام أن نطاق المواجهة بدأ يتسع؟ يعني المثير للسخرية حقيقة والضحك بأنه يصبح المقاومة الذي يدافع عن أرضه وعن عرضه وعن مقدساته هو إرهابيا، ومن يحتل هذا البلد ويقصف أهله ويقتل أطفاله ونساء يصبح هو يدافع عن نفسه. هذا الأمر أنا أعتقد هذه المعادلة هي جائرة وظالمة، وهي حقيقة كل ما نصفها بأنه هي مهزلة كبيرة جدا. الآن يعني الكيان الصهيوني هو يقصف، هو لم يستطع أن يواجه أبناء المقاومة بعدد ألف ضمن طوفان الأقصى بانكسار وانهزام
الآلة العسكرية والجيش الكيان الصهيوني والاستخباري أمام أبناء المقاومة. الآن هو يحاول أن يشفي غليلة وكذلك أن يسد هذه الهزيمة بقصف النساء والأطفال. إذن هذه القضية أنا أعتقد واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار بأن هنالك شعب مضطهد، شعب محتل، مغتصب أرضه. وإحنا نشير هذه القضية بأن القوانين الدولية يعني كلها تشير بأنه من حق أبناء البلد عندما يتم احتلال بلدهم أن يدافع عن أنفسهم، وهؤلاء مقاومون. يعني أنا أذكر في 2005 يعني كان البوش الابن صرح قال إذا احتل بلدي سوف أكون أول جنديا مقاوما. وكل دول العالم كلها يعني فرنسا يعني في فيتنام والكثير كثير من الدول يعني كانت محتلة من قبل الولايات المتحدة أو من قبل بعض الدول كان لديها الحق الشرعي في الدافع عن نفسها. فبالتالي الآن يعني حماس هم أعلنوا قالوا أولا بأنه الدفاع عن أسرانا اللي تعرضون إلى ممارسات وحشية وغير لائقة في سجون لدينا 6000 من الأسرى. هنالك عمليات اقتحام للبلدات الفلسطينية وكان هنالك قتل بشكل عمدي ووحشي وإهانة للنساء والأطفال. هنالك اقتحام لمسجد الأقصى اللي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهذا هو يشكل من المقدسات الإسلامية. فبالتالي هم يصرحون قالوا نحن ندافع عن أنفسنا، ندافع عن مقدساتنا، كيف نكون إرهابيين؟ إذن أنا أعتقد المعادلة قد تكون تسوقنا بأن الأهداف السياسية هي التي دفعت الولايات المتحدة التي تعتبر الكيان الصهيوني هي قاعدة عسكرية متقدمة للهيمنة والسيطرة على المنطقة. وبالتالي يعني عندما يعني تم جلب حاملة الطائرات SS جيرارد فورد إلى المنطقة، وهذا بالمناسبة تعتبر بأنه قيادة عمليات متقدمة. الآن من يقود الحرب ليس نتنياهو ولا غانس وزير الدفاع، بل الآن بايدن هو الذي يقود الحرب والإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هنالك أولا حصار كبير جدا، لا كهرباء، لا ماء، لا مساعدات، لا أغذية، لا أدوية. فبالتالي هنالك حرب. يعني ما الذي يفعل مثلا حماس أو غيره من أبناء الشعب الفلسطيني؟ أنا أعتقد طيب. المسؤولية هو الدفاع عن النفس الآن، وقد تكون الأرواح والدماء ترخص أمام كرامة ومقدسات وكذلك الحفاظ على أرضهم وإرثهم، إرث أجدادهم. إذن القضية أنا أعتقد بأنه جزء من الأهداف السياسية الآن. نعم، هذا يأخذنا طيب. بأن أقول بأنه فصائل المقاومة هم لديهم في عقيدتهم، في عقليتهم، بأن هذول أخواتنا من الأمة الإسلامية والعربية، والواجب علينا أن نقف إلى جانبهم ودافع عنهم، لا نتركهم ونكون كالحكام العرب اللي هم مسلوبي الإرادة مع الأسف، والمطبعين يجاملون الكيان الصهيوني طيب. ويصفون أبناء حماس المدافعين عن عرضهم وشرفهم ومقدساتهم إرهابيين، ومن يقتل الأطفال والنساء هو صاحب حق ويدافع عن نفسه. أنا أعتقد هذا يعني جانب إجحاف وظلم، بل مجاملة كبيرة، بل هي خيانة للقضية الفلسطينية، بل هؤلاء الحكام سوف يتحملون المسؤولية طيب. وأنا أعتقد بأنه تصريح قضية. يعني إذا تسمح لي تصريح إسماعيل هنية قبل يومين قال لماذا السكوت يا عرب؟ يعني متى تتدخلون وهذه الدماء وهذه الشهداء أمام أعينكم؟ متى تتحركون؟ أنا أعتقد الآن الدول العربية والإسلامية وحتى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية السكوت عن هذه المذبحة وهذه الوحشية في قتل النساء والأطفال. يعني كانت ردود اليوم نناقشها في الضربات للقواعد الأمريكية أستاذ علي، وبعد هذه الضربات يعني زادت الولايات المتحدة من دعمها للقواعد العسكرية في العراق وسوريا كذلك، وأيضا أكو تحذير لرعاياها من السفر للعراق، ما هي الرسالة من وراء ذلك؟ يعني هذه رسائل مبطنة ونعتبرها
غير واقعية، ولكن ضغط على الحكومة العراقية وعلى الفصائل العراقية وكذلك على الكتل السياسية في العراق، التي ربما تجد بعض الكتل السياسية تجد الولايات المتحدة بأن هذه الكتل ربما لم يكن يعني موقفها واضحا ولا صلبا ولا جديا. لذلك المواطن العراقي يعرف قبل غيره بأن الذهاب إلى مطار بغداد والعودة كأنما يعني يأتي بصورة طبيعية، لا يوجد هناك أي تهديد أمني، لكن الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على الحكومة العراقية وعلى الكتل السياسية كي تحقق بعض المخططات التي تدور في أروقة يعني مراكز الدراسات في الولايات المتحدة. طبعا هناك هذه المراكز تأتي بالأخبار إن كانت أخبار مفبركة أو أخبار حقيقية مبالغ فيها أم أنها واقعية، تأتي بها وتقوم بتفكيكها و يعني تقوم بتحويل هذه الأخبار بمصلحة إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بالنسبة للفصائل الموجودة في العراق لا يمكن لها أن تقوم بالاعتداء على مطار بغداد الدولي، لأن هذا المكان يعتبر من الأماكن المهمة جدا للعراق، للدولة العراقية. والفصائل المسلحة في العراق يسمونها فصائل مسلحة، الفصائل التي دافعت عن العراق، إنما تحاول أن تحافظ على الأمن في العراق مهما يعني كلفها، وأعطى الضحايا وشهداء وجرحى مقابل أنها أن تحفظ سيادة العراق. الولايات المتحدة لديها أجندة وبرامج وعملاء وإعلام ودعم أقليمي من قبل بعض الدول التي طبعت مع إسرائيل بالفترة الأخيرة، وتقهقرت هذا التطبيع تقهقر من خلال العمليات الجديدة التي قامت بها المقاومة في فلسطين، توقفت هذا التطبيع. لذلك الولايات المتحدة تقوم بإرسال رسائل علها توقف هذه الهجمات وهذا يعني الفوران الشعبي والرسمي من قبل الدول التي تعتقد أن قضية فلسطين لا زالت هي القضية المركزية للمسلمين وكذلك للعرب ولكل الشرفاء في العالم. وما يعني المسيرات التي قامت بها بعض الشخصيات اليهودية في نيويورك التي استنكرت الجرائم البشعة التي ارتكبها الإسرائيليون في غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية، استنكرها هؤلاء وهم يهود، شاركوا أبناء المسلمين وكذلك العرب المتواجدين في الولايات المتحدة للضغط على الحكومة الأمريكية وكذلك على الحكومة الإسرائيلية كي توقف هذه الهجمات وهذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. العراق لا زال لديه تطور أمني كبير، ونلاحظ الحياة في بغداد وباقي المحافظات حياة طبيعية، والمواطن العراقي يبقى يعني يستمر في الحركة في بغداد والمحافظات حتى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك المحلات والمطاعم وباقي الأماكن موجودة تسير بأريحية ولا يوجد أي تهديد أمني. الولايات المتحدة برغم من هذا الواقع الذي يعني لا يمكن حجبه، تحاول ومن خلال خططها وأجندتها أن يعني توقع بعض الفصائل في شرك الإرهاب وغيره، مثل ما تفضل السيد صباح عندما قال أن الذي يدافع عن أرضه يسمى إرهابيا، والذي يرتكب الجرائم ويحتل الأراضي يعتبر فنسميه حملا وديعا. الفصائل ملتزمة من خلال اتصالها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، وكذلك البعض منها يعني تنتمي إلى كتل سياسية تمثل الطيف السياسي العراقي في الدولة العراقية، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تحجب هذا الواقع الذي يراه المواطن العراقي بصورة واضحة، ولا يمكن أن تكون للولايات المتحدة فرصة في حجب هذه الحقيقة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علي عودة الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي، ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الأستاذ صباح العقيلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي. أثريت الحوار أستاذ صباح،
والشكر موصول للأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي لدعم الديمقراطية. ضيوفا كرام، نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. إسرائيل انقسام وتخوين، شتم نتنياهو وتصدع داخلي وملامح تحول خارجي. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد. حياكم الله دكتور طارق، واسال حضرتك يعني شلون قدرت عمليه طوفان الاقصى قلب المزاج العام في اسرائيل ضد نتنياهو، اللي هو اصلا كان مزاج حاضر وينتظر الفرصه، مع لحاظ النظر بان ضيفي الكريم في الملف الاول السيد توم حرب تكلم عكس ذلك من وجهه نظر أمريكية باعتبار مدير مركز الشرق الأوسطي للدراسات الأمريكية، ويقول بأن حتى قصف المستشفى لم يكن بذلك العدد من الشهداء حسب تعبير القتلى، والباحة هي كانت يعني ضد التواجد فيها ضد المعايير الدولية واتخذتهم حماس دروع بشرية. ما أعرف يعني هذه المغالطات كيف تفسرها؟ أهلا وسهلا حضرتك أستاذ أحمد ومشاهديكم الكرام. في الحقيقة لا نستغرب من التبريرات الغير مقنعة التي أبداها الجانب الإسرائيلي وكذلك من يدافع عن إسرائيل لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن موضوع القصف هو ليس من قبل إسرائيل، وهناك كان كرد واضح من قبل بوتين الرئيس الروسي، قال إذا كانت إسرائيل تدعي ذلك عليها أن تنشر الأقمار الصناعية، باعتبار هناك أقمار صناعية واضحة ومخططات واضحة بالإمكان نشرها وبيان حقيقة من الذي استهدف المستشفى. الموضوع الآخر، من غير المعقول القول أن المستشفى ليس فيه ضحايا، وكانت هناك كاميرا صورت أطفال وصورت نساء وعدد كبير من الشهداء الذي وقع نتيجة هذا القصف. قدر تعلق الأمر يعني المقطع الأول من سؤال حضرتك فيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى، أعتقد هذه العملية النوعية هي غيرت الكثير وأضافت معطيات كبيرة على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى العسكري لطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي.
وكذلك هي غيرت كثيرا حتى على مستوى الداخل الإسرائيلي. الداخل الإسرائيلي منذ زمن يعني يشهد مشاكل منذ تشكل هذه الحكومة الذي هي الأكثر تطرفا بزعامة نتنياهو. كان هناك مشاكل كبيرة وكانت هناك معارضة يعني شديدة لهذه الحكومة، إضافة إلى موضوع مهم أن هذه الحكومة قد عملت بعض الإصلاحات وعملت بعض التي تدعيها أنها إصلاحات في جانب القضائي، وكان هناك رفضا واضحا من قبل الداخل الإسرائيلي لهذه الحكومة ولجميع الإجراءات التي أخذتها. ولكن ما بعد طوفان الأقصى، الإضافات على المستوى الداخلي أن طوفان الأقصى قد يعني حاول يعني طوفان الأقصى قد انعكست على الداخل الإسرائيلي بشكل سلبي، باعتبار أن أزمة الثقة أصبحت أكبر ما بين يعني الفرد الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، باعتبار أن هناك أزمة فيما يتعلق بالأمن، أزمة ثقة فيما يتعلق بالحكومة، باعتبار أن طوفان الأقصى عملية المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي قد يعني أبهرت إسرائيل نفسها، وقد تفاجأت إسرائيل من طبيعة هذه العملية، باعتبار أن العملية منذ 48 لغاية الآن لم تشهد عملية كالعملية التي كانت فيما سبق. جميع العمليات الاجتياح كانت من قبل إسرائيل للداخل الفلسطيني، والآن نشهد العكس، وهي الأول مرة الأولى أن المقاومة تدخل في عمق إسرائيل وتؤثر عدد كبير من الضباط في مستويات كبيرة. وهذه الصدمة الكبيرة والصفعة التي يعني تلقتها إسرائيل تحاول مقابل ذلك أن ترد أو تحفظ ما وجهها من خلال قتل الأبرياء. ولذلك نتوقع نحن هاي ردود الأفعال الغير مبررة أنها سوف توجه ضد الأبرياء. نعم. طيب دعني دكتور أن أرحب بالسيد زياد الحموري مدير عام مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياك الله أستاذ زياد. وهل راح يكون الأسرى الإسرائيليون لدى حماس هي المادة الدسمة التي تدفع بنتنياهو نحو الإقالة، أم أن هنالك أسباب أخرى قد رصدتها حضرتك؟ بداية يعني كل التحية وكل الاحترام لشعبنا العراقي اللي يعني تظاهر بشكل كبير جدا مودة واحتراما، هذا ترك أثر كبير عنا كفلسطينيين طبعا، وهذا مش إشي غريب عن شعبنا العراقي. صحيح الأوضاع الداخلية في إسرائيل هي أوضاع اليوم يعني كل هاي التناقضات عم تبرز للعنل بشكل كبير. هناك هجوم كاسح على نتنياهو بمختلف يعني بمختلف الأوساط، سواء الأوساط الصحفية أو الأوساط أوساط الجيش. هناك كمان جزء من حتى من أحزابه غير قضايا الأسرى اللي موجودين عند المقاومة. هاي عاملة قلاقل كبيرة. وطبعا يعني اليوم كان في تنتين من اللي تم إطلاق سراحهم، وكان لهم لقاء بالإعلام الإسرائيلي اللي ترك برضو آثار يعني كتير إيجابية حول تعامل المقاومة معهم بشكل إنساني بدرجات عالية جدا. وهذا يعني صار في عليه نقاش وصار في عليه لوم، وبالتالي اليوم في ضغط على إطلاق سراح الأسرى اللي موجودين في غزة. وهناك حتى يعني جزء من المختصين ومن العسكريين اللي بيقولوا إنه إحنا لازم نعمل أي صفقة وما نخليش ولا أسير، وبعدين أولوية الحرب تيجي لاحقا. يعني هناك أولوية اليوم لإطلاق سراح الأسرى، ويمكن تبين عندكم المظاهرات اللي طلعت في أكثر من محل من أهالي الأسرى، وعمالها بتكبر هاي الأمور ضد نتنياهو بشكل شخصي وتحميله المسؤولية بشكل شخصي. وهذا ما يتعلق بالأسرى، لكن كمان الجيش اليوم عم بقول بشكل واضح إنه المسؤولية اللي لكل ما تم ب 7 أكتوبر هو كمان إهمال نتنياهو. أستاذ زياد، يعني الظاهر أن إسرائيل أو أسرى إسرائيل يشكلون رقم مهم بهذه المعادلة. وصل الحال أن تل أبيب دفعت المال مقابل مجرد معلومات عن هؤلاء الأسرى. صحيح صحيح. طبعاً اليوم مش بس الإسرائيليين، كمان الأمريكان
كمان يعني وضعوا مبالغ من المال للي بدل أو بحرر أسير أو إلى آخره. واليوم كمان يمكن انتبهتوا أنه كمان في رصد لكذا مليون إذا حدا بيعطي معلومة عن قادة من قادة حماس. يعني هذا الوضع طبعا احنا يعني بنذكر انه على مر التاريخ كان هناك قضايا كثيره من هذا النوع. يعني اذا الكل بتذكر يمكن الطيار رون أراد في زمانه كانوا رافضين مبالغ كبيره، وهناك حتى نقاش في داخل اسرائيل انه هاي اليوم رصد هذه المبالغ لا تفيد ومش راح تعطي اي نتيجه وما اعطت نتائج بالسابق. اليوم الالتفاف الشعبي حول المقاومة في داخل غزة، وإحنا عم بنشوف يعني نشوف الناس اللي يعني مصابة بشكل كبير جدا، ولا زالت يعني جزء كبير من عائلتها استشهدوا وما زالت بتدعم المقاومة ومآمنة بالمقاومة ومآمنة بالتحرير. هذا يعني هذه كمان عم تعمل ردود عكسية عند الإسرائيليين عند الاحتلال، انه حتى كل هذا القصف وكل هاي المعاناه اللي عم بيعانوها مش عم تجدي ولا شيء وفيش نتائج. يعني اليوم كمان بالاوساط الاسرائيليه عم بتقول انه كل هذه الحرب اللي صار لها 17 18 يوم اللي هي حرب اباده بكل ما الكلمه من معنى، احنا عندنا 6000 شهيد حتى اليوم، عندنا اكثر من 15000 جريح، عشرات آلاف البيوت اللي تدمرت، مناطق أمها وأبوها. يعني يقال إنه أكثر من 30-35% من البيوت انهارت، وهذا حجم كبير. عندنا حوالي مليون وأربعمائة ألف مشرد، يعني مهجر من بيوته، يعني تقريبا 70% من سكان غزة، ومع ذلك لا زالت ما في يعني أي إنجاز للإسرائيليين إلا بقضية المدنيين الأطفال والنساء وإلى آخره. يعني إنجاز عسكري بمعنى عسكري حتى اليوم، يعني الانتقادات اللي موجودة بداخل المجتمع الإسرائيلي بداخل كانت اللي موجودة إنه لم ينجز حتى اليوم ولا أي شيء، يعني وصلوا لأي قادة من قادة المقاومة، ما أعطوا أي إنجاز إله يعني بدل على أهمية هاي المعركة. وبالتالي يعني هناك انتقادات كبيرة اللي فعلا ممكن تسقط هاي الحكومة. هناك كمان حكي يمكن كمان ورد بالإعلام إنه في حوالي 3 وزراء من الوزراء الموجودين بدهم يقدموا استقالاتهم احتجاج. طيب هذا جانب، ولكن أيضا أكو جانب آخر لابد أن نناقشه دكتور طارق. علاقة نتنياهو الممتازة مع الغرب عدا الاحتجاجات والاستقالات، هذه العلاقة هل تدفع عنه مخاطر الإقالة؟ قبل أيام زار بايدن، اليوم الرئيس الفرنسي ماكرون زار، هل أن هذه الزيارات تعتبر تدعيم لموقف نتنياهو؟ ليس غريبا على الغرب، يعني منذ قيام دولة إسرائيل 1948 ولغاية الآن هناك دعم متواصل لإسرائيل، باعتبار أن النظام الدولي وأغلب الدول الغربية تكيل بمكيالين في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتحاول أن تكون منحازة، دائما هي منحازة في قراراتها، ليست فقط في قراراتها السياسية، حتى في قراراتها الأممية. إذا ما رجعنا إلى قرارات مجلس الأمن مثلا، قرارات الصادرة من الأمم المتحدة، دائما ما نجد فيها انحياز واضح لإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينية. وإذا ما رجعنا إلى التاريخ ونجد أن بريطانيا لها دور كبير في وجود إسرائيل في على الأراضي الفلسطينية، وهي التي قامت يعني ساهمت في إقامة هذه الدولة على الأرض الفلسطينية. ولذلك نجد أن هذا الدعم هو دعم واضح واستمر وهو معلن، يعني ليس دعما خفيا، باعتبار أنه منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى الولايات المتحدة الأمريكية خصصت أكثر من 8 مليار كمساعدات عاجلة، وفتحت جسرا جويا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ودعم واضح ومتواصل تحاول من خلاله أن تعطي رسالة إلى جميع الدول العربية أن إسرائيل ليس وحدها وإنما جميع الدول الغربية معها. ولكن نبقى نؤكد أن موضوع الحكومة الإسرائيلية الحالية هي في حيرة من أمرها، لا سيما وأنها بالرغم من أنها أكدت بضرورة اجتياح غزة بريا منذ أكثر من 10 أيام، قالت سوف اجتاح غزة،
عملية التردد والتأخر يرتبط بجملة عوامل، واحدة من أبرز تلك العوامل هو الضغط الإسرائيلي الداخلي. هذا الموضوع قد يكون ضاغطا كبيرا على الحكومة، ليس فقط من موضوع السكان والمدنيين، بل حتى العسكريين أنفسهم سواء كانوا الاحتياط أو الذين هم في الخدمة الأساسية لديهم تخوف من وجود أي عملية اجتياح برية. إضافة إلى ذلك هم جدا قلقون على الأسرى الموجودون لدى المقاومة، وبالتالي أن موضوع الاجتياح لغزة هو في حد ذاته صحيح أنه إسرائيل تصر على موضوع الاجتياح، والدول التي تدعم إسرائيل لا سيما الولايات الأمريكية أيضا تصر على ضرورة أن تكون هناك عمليات برية، ولكن أعتقد أن العملية البرية حتى وإن حدثت سوف تفشل بسبب إصرار الفلسطينيين على البقاء في أماكنهم وعدم الهجرة كما هو مخطط من قبل إسرائيل لغرض يعني إجبار الفلسطينيين على الهجرة من شمال سيناء، عفوا من شمال غزة إلى جنوب غزة، تمهيدا لمحاولة إجلائهم نحو صحراء سيناء أو نحو المناطق الأخرى سواء كانت في الأردن أو في دول أخرى. نعم. طيب أستاذ زياد، يعني بالنسبة لنتنياهو هنا يعني وأنت متابع حتى يعني كتحليل لسلوك الشخصية، هل أنه قبل طوفان الأقصى مثله بعد طوفان الأقصى انجلاء غبار الحرب؟ ماذا يخبئ لنتنياهو؟ يعني بعد طوفان الأقصى يعني هذا اليوم هو يوم جديد وراح يكون له أبعاده، يعني راح يكون في تاريخ جديد لكل المنطقة. نعم. ويمكن على المستوى العالمي، لأنه يعني إذا بتسمح لي أجاوب السؤال اللي سألته لضيفك العزيز اللي هو يعني اليوم هذا مجموعة العصابة الدولية الغرب اللي تداعى بشكل سريع ماكرون وبايدن من بناتهم الولايات المتحدة وبعتت سلاح وبعتت جنود وبعتت أكبر بارجاتها للمنطقة، هذا التداعي كان واضح جدا أنه انقلبت الموازين ككل، يعني اللي صار في 17 غير مسبوق. يعني أنا جزء من الندوات الإسرائيلية اللي عم بتتم على تلفزيوناتهم أنا بتابعها، يعني اليوم بيعتبروا انه كانهم رجعوا لل 48، جزء من هدول الناس يعني استعرضوا حرب ال 67 وحرب ال 73 و 82 والى اخره، ويعني جزء منهم عم بفكر بقول انه احنا بدينا من جديد، احنا بدينا من ال 48، يعني هالقد هاي لها اطار كبيره، عشان هيك تداعى الغرب، لانه هاي في تغيير لكل المنطقه، تغيير لخارطه المنطقه، إفشال لكل المشاريع اللي اشتغلوا عليها. طبعا كل هذا المجموعة هي نفسها اللي اشتغلت بسوريا، وهي نفسها اللي اشتغلت بالعراق، وهي نفسها اللي اشتغلت باليمن بقيادة الولايات المتحدة، هي اللي اشتغلت في ليبيا. فبالتالي إسرائيل بالنسبة لهم يعني موضوع لا يمكن انه يقبلوا انه يعني تتغير يعني بمعنى وجودها او تاثيرها في منطقه الشرق الاوسط، لانه هذا اضعاف لاسرائيل، اضعاف للمجموعه هاي، للمجموعه الاستعماريه اللي هي طبعا اليوم عم تتراجع في كثير من مناطق العالم. يعني احنا شفنا موضوع اوكرانيا، واضح انه في هزيمه بلشت توضح، شفنا تراجع النفوذ في افريقيا مثلا، واحده من الشغلات اللي خسرت بشكل كبير فرنسا، فكلها بحاولوا انهم يعوضوا ويحافظوا على طيب. يعني إسرائيل كقوة موجودة في المنطقة وكان هيبتها وإلى آخره، وبالتالي هذا هو الموضوع اللي يعني تداعه كل هدول الدول، إنجلترا وألمانيا إيطاليا فرنسا كل المجموعة طبعا بقيادة أمريكا، كل هاي المجموعة. أستاذ زياد، يعني ما تفضلت به وتفضل به الدكتور طارق الزبيدي بأنه لربما من خلال هذه التحديات الداخلية لنتنياهو سيصبح عليه طوفان الأقصى طوفانين. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ زياد الحموري، مدير عام مركز القدس للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية ضيفا كريما عبر سكايب. والشكر الموصول لحضرتك الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية جامعة بغداد. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.